انا ماني فاهم ليش قاعد يصير خيوط عناكب هنا. طلب من المتابعين يكتبوا لي تحت ايش الوصفات الرهيبه اللي تبغون نسويها. صراحه ما توقعت زي كذا، لكن الوصفات الرهيبه اللي ارسلتوا لي اياها صراحه احس احد فقر وصفات المتابعين. خير ارسلوا لي اشياء رهيبه ولا متوقع اني راح اشوفها شيء غريبه. وفعلا ما صارت تبارك الله. يوم انتم شايفين كيف الكومنتات الرهيبه اللي جاتني، بالنسبه لي انا ما اشوف ان وصفات عاديه ترى، انا اشوف ان اختراعات وابتكارات جديده ترى. يعني انا متحمس عشان كذا اني راح اشوف اشياء كذا احط هذه مع هذه هذه مع هذه، وانا متاكد انها راح تكون لذيذه. لما انتم متعودين على شكل زي كذا بدون طقيه، فحاولوا انكم تتعودون عليه بدون طقيه كذا. يا صرت ما احب الطقيه، كذا ضايقني وقت التصوير. طبعا الوصفات اللي ترسلوا لي انا اخذها بكل مكان، من الانستغرام، من التيك توك، من السناب شات. فاذا ممكن تتابعني تحت راح احط لكم الرابط، تعال تابعني حياك. وهذه اول وصفه عندنا. عماد بالله سوي ندومي الإيطالية، احب اسويها كذا. اوكي اوه هو دقيقه، بصل احمر مع البرمجان والموزاريلا والبهارات الاندومي. صراحه والله مره تحملت اني اسويها. وكمان راح نقيم الاكله من 1 إلى 10 ونشوف اي لايك ات او ناه. ليتس جو. واضح انها راح تكون في وصفات مره رهيبه مره كثيره. اول حاجه راح نقطع البصل. صراحة أسوأ حاجة في تقطيع البصل الدموع. نحط الجبدة. أتوقع إني كثرت الجبدة بالغلط. نحط البصل. نضيف مرق الدجاج. ونضيف البهارات. ونضيف جبنة بارميزان. والله كأني كثرت. جبنة موزاريلا. أنا ماني فاهم ليش قاعد يصير خيوط عناكب هنا. شو كيف؟ الريحة رهيبة لكن أحس إنه ناقصة حاجة. مفترض إني أحط ريحان لكن ما عندي إلا نعناع، تحملوني. يعني انه ايطالي وكذا يعني. وهذا هو الاندومي بالجبنة الموزاريلا والبرميزان. صراحة الشكل والريحة رهيبة امانة، لكن اهم شيء الطعم، وهذا الملعقة المفضلة عندي. صراحة ما اعرف ايش اسمها، لكن سموها انتو واكتبوا لي تحت. ما ادري انا اسميها اندومي الايطالية. بسم الله. طعمه رمضان. انا حسيت، انا حطيت النعناع، اكلت النعناع اول شيء مع الجبنه، حسيت والله كذا كاني اكل سمبوسه بالجبنه والنعناع حقت رمضان، عرفتوها؟ ما ادري، طعم البرمجان مو مره واضح. صدق اضيف برمجان زياده. خلنا نضبط اللقمه المثاليه. ريحه رهيبه. الحين مع البرمجان كذا صار اطعم كثير. والله عجبني. لذيذ، والله لذيذه. لكن احس لو كان معاه كريم الطبخ يكون ارهب كثير يعني. ممكن هذا رايي انا، لكن هذه وصفاتكم، هذه ابداعاتكم. خلونا نقيم. اعطيه 7.5/10. والسبب انه حسيت انه كذا شوي ناسف، يبغى له شويه كريمه، كان مفترض يعني، لكن لذيذه. انا احس ان ما حد راح يخرب الدايت الا انتو، لكن الوصفات اللي ترسلوا لي والله تسحي. اهلك. الوصفه اللي بعدها
والحين خلونا نجرب الوصفة الثانية. وصفة اندومي رهيبة. الاندومي زيت وطماطم وصلصة طماطم وثوم وبصل وفلفل وملح، واو، وجبنة شدر وموية، ومرة لذيذة. اوكي، صراحة انا مرة تحمست لهذه الوصفة برضو، كنت قلت خليني مرة واحدة نستخدم جبنة البرمجان، شكرا هستخدم هنا برضو في هذه الوصفة. صراحة انا ماني من عشاق الطماطم، لكن كثيرين قالوا جرب الاندومي مع الطماطم وزيت الزيتون، مرة لذيذة. اوكي خلونا نجرب دحين نشوف يعني. اوكي اوكي ليتس جو. زيتون، بصل، ثوم، طماطم، الحين نضيف الملح والفلفل الاسود ونقلبه. ونقلبهم إلى ما يتحمروا. فالحين نضيف الاندومي. أنا بحط مرقة الدجاج، لكن ما عندك حط موي عادي. والحين بحط البهارات. الحين بضيف هنا جبنة البرمجان. وبضيف عليه ليمون اختياري، بس الكزبرة، والله الريحة رهيبة. وخلونا نجرب. يو 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 يو. طعم حمسة الطماطم مع زيت الزيتون والله رهيبة. صراحة أنا ماني من عشاق الطماطم زي ما قلت لكم، لكن أعجبني الطماطم مع البرمجان، تحس إن في نكهة إيطالية كذا رهيبة، ونكهة البرمجان اللي فيها أعطت تمازج رهيب. بس ناقصة حاجة، زيادة ليمون. أمانة أنا من عجبني الطبق، أنسى إنه في تصوير وما أقدر أوقف. والله أنا أحب ابتكاراتكم، والله إني أحب إبداعاتكم، والله إنكم أساطير. يعني في نكهات من أمه داعي صراحة، نحط هذا مع النوتيلا، حط إندومي مع سمك قرش، إيش فيه؟ لكن ذي بسيطة وسهلة ورهيبة. أعطيه تقييم 8.5/10. ما أدري، أحس إنه ناقصه حاجة برضه، يعني ما وصلت البيرفكت، بس رهيبة. اللي يحب الطماطم لازم يجربها. لكن خلونا نسوي الوصفة اللي بعدها. وصفتي اعتقد غريبة شوية. اندومي كاتسو. اوكي، بدل الرز حط اندومي، جربها بالمكعبات الكورية مع الخضار. قصدك اليابانية صح؟ لكن والله صراحة مرة متحمس اني اسويها. ما ادري بدل الرز اندومي، خل نسويها. ليتس جو. زيت، بطاطس، زنجر، فلفل الى ما يتحمروا، رشة ملح، فلفل اسود، بابريكا، ونقلبه. والحين نضيف المويه. الريحه بدأت تطلع على طول. الحين بضيف مكعبات الكاري، بتكون لي كده سكالا. احنا راح نضيف مكعب واحد. شوف الجمال بالله. مرة شكله. لكن أهم شيء الطعم. مشكلته الوحيد إنه ما يبرد. الحين وقت التقييم. كريمي ودافي صراحة، مرة رهيب وقت الشتاء، والنكهة موجودة هنا. أحس في نكهة البطاطس مع الزجر مع الكاري، صح إنه أقوى شيء الكاري، لكن في نكهة ثانية صدقوني
بتحسوا كذا بهارات على حلو على طعم حلاوة ما أدري كيف أوصف لكم لكن لذيذ. واو واو أعطيه 10 من 10 والله رهيبة صراحة. شكرا اللي اقترح لي هذه الوصفة مرة عجبتني. خلنا نروح اللي بعده. Let's go. صراحة هذه الحلقة فيها إبداعات رهيبة والله لأن دي الحين شوف الوصفة هذه اندومي بالروبيان والكريمة. روبيان ثوم اندومي كريمة طبخ مع بصل أخضر صدقني زنان. فأنا صراحة مرة تحمست على هذه الوصفة خلونا نسويها مع بعض. Let's go. ملح فلفل اسود بابريكا ليمون نقلب والحين نضيف كريمة الطبخ. بهارات الاندومي ونقلب. الحين نحط الاندومي. خلونا نجرب. حرفيا هذا تعبير دحين. انا ما راح اتكلم كثير بس انت تخيل الطعم روبيان مع ثوم مع الكريمه هذه الحالة تغنيك يعني اني اقول لك ايش الطعم لان امانه تحفه فنيه. احس الحين بتقول انه هذا عماد قاعد يبالغ فاي اكله قاعد يقول لك واو رهيبه. تقدر تقول يمكن اعطيه 9 من 10 يستاهل والله يستاهل طحت مره رهيبه. نقدر نقول اي لك نقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي.